افتتحت يوم أمس في قطر بطولة كأس الخليج بموسمها 24. المباراة الأولى كانت بين أصحاب الأرض قطر والعراق، وانتهت المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف. وطبعا تم تغطية مجريات المباراة والتعليق عليها على مواقع التواصل، ونشطت هاشتاجات عدة مع انطلاق المباراة، أبرزها هاشتاج خليجي 24 وهاشتاج قطر العراق. ويمكن أبرز ما تم تداوله على الهاشتاجات مقاطع للمتظاهرين في شوارع العراق، واللي بنقدر نوصفهم بالعطشانين للفرح والاحتفال. بهذه المقاطع بتظهر فرحتهم بتسجيل منتخبهم للأهداف، ومن ثم فوز المنتخب بالمباراة. خلونا نشوف أبرز هذه المقاطع.